ورجعنا لكم تاني مشاهدينا مع فقرة ابدأها صح مع دكتور سعد عادل، أخصائي التغذية العلاجية والإكلينيكية. بنرحب بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. طبعا عنوان فقرتنا ان هو ابدأها صح. عارفين انه ما شاء الله موضوع التغذية العلاجية، ويعني انا اتفرجت على فيديوهات كتير جدا لحضرتك بتتكلم على حاجات إيجابية كتير جدا، وبصراحة معلومات جديدة بالنسبة لي. انا كنت حابة ان انا أسأل حضرتك عن اول حاجة، ايه هي آلية الصحة الشمولية؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. هي الفكرة جت من تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة، وهي حالة من المعافاة الكاملة جسديا نفسيا عقليا، مش مجرد انتفاء المرض أو الألم أو غياب الأعراض. دي حالة الإنسان مكون من عقل وجسد وروح. كون إن احنا بنشوف احتياج جانب واحد دون النظر لاحتياجات باقي الجوانب، ده بيكون في خلل في مفهوم الصحة هنا. وكان زمان الطبيب بيقال عليه حكيم، لأنه كان دايما حاطط في اعتباره الجوانب غير المنظورة من الإنسان، تفكيره، عواطفه، خواطره، أفكاره، مشاعره، وكان بيدرك تماما سواء في التشخيص أو في العلاج أهمية الدور ده أو الأثر ده في الصحة العامة للإنسان. فبنحاول إحنا كده نعمل إيه زي نقطة اتزان أو سيت بوينت، تلبية رغبات كل الجوانب الثلاثة، العقل والجسد والروح، من غير ما أي جانب فيهم يسيب أثر سلبي على الجانب التاني. نسمع كتير الأيام دي عن إن الزعل ممكن يجيب سكر، الزعل ممكن يجيب ضغط، الحالة النفسية ممكن تأثر على الجلد، بالذات الجلد بنعتبره هو المراية للحالة النفسية، التهابات في الجلد بشكل عام. العكس ممكن يحصل، الأمراض المزمنة اللي بتصيب الجسد ممكن تصيب الإنسان بالاكتئاب، تأثر على الحالة النفسية، فالعلاقة متبادلة ما بين الاثنين، ما بين النفس والجسد. فمن هنا جت الفكرة بتاعتنا إن احنا بنحاول نوصل لنقطة اتزان ما بين الجوانب الثلاثة من غير ما أي جانب فيهم يأثر على الجانب الثاني. تمام، أكتر من رائع. طب يعني لو احنا النهاردة اتكلمنا على إزاي إن احنا آلية أو كيفية تطبيق الثلاث جوانب مع بعض، يعني سواء بقى جانب بدني وجانب مثلا روحاني ونفسي، ازاي ان احنا نقدر ان احنا نوظف ما بينهم؟ احنا هنبدا بالجانب الجسدي، وسبحان الله احنا واحنا ماشيين كده هنحس، يعني هنلاقي كل جانب بيسلمنا للجانب الثاني. يعني هي احنا قلنا هي ثلاثيه غير قابله للانفصال، فاحنا طول ما احنا ماشيين هنلاقي الكلام نفسه هو بياخدنا للايه، ان الثلاثه يعني كانه مكمل بالظبط. يعني هنبدا مثلا وليكن الجانب الجسدي الخاص بالتغذيه مثلا، مش هنبقى مبالغين لو قلنا ان الطب بشكل عام وعلم التغذيه بشكل خاص موجود في ايه وحديث، يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، وحديث النبي عليه الصلاه والسلام ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطن، بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، فان كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. دي الفكره العامه بشكل عام، عدم الاسراف، بتاكل كل اللي انت عايزه بحساب عدد سعرات معين. كلام كتير بيتقال عن الدايت الايام دي، ان هو انا فعلا كلام كتير بس بدون مقاطعه لحضرتك، يعني في انظمه كتير جدا من انظمه الدايت، ومثلا بعض المدارس، يعني لو انا سالت حضرتك يعني اول حاجه، هل في يعني ايه اكتر مثلا مدرسه او اكتر نظام دايت حضرتك بترشحه مثلا للافراد عموما، وهل في نظام دايت بيتناسب مع كل الافراد، يعني يكون مثلا مكتوب في ورقه وكل الافراد تمشي عليه؟ لان احنا بصراحه دي بنشوفها جدا. يعني هو الاول حابين نقول ان كلمه دايت مش معناها حرمان، في اعتقاد خاطئ عند معظم الناس ان كلمه دايت معناها حرمان ومعناها نمط حياه قاسي جدا صعب ان اي حد يلتزم بيه. كلمه دايت مش معناها حرمان، كلمه دايت معناها تنظيم، تنظيم لعدد الوجبات، تنظيم لكم الوجبات، تنظيم للفترات البينيه ما بين الوجبات، تنظيم لما تحتويه الوجبات من سعرات حراريه، تنظيم لما تحتويه الوجبات من عناصر غذائيه اساسيه. واي دايت فيه حرمان او فيه استثناء لاي مجموعه غذائيه اساسيه ما يعتبرش دايت صحي وما ينفعش ان احنا نكمل عليه، ده الاساس اللي احنا لازم نتفق عليه في الاول. ثانيا بقى لو حابين نحط معايير كده الاول قبل ما نتكلم عن المدارس المختلفه، ونشوف اي مدرسه فيهم دلوقتي بعد ما ناخد نظره سريعه عنهم كده، اي مدرسه فيهم بتنطبق عليها الشروط دي. اي دايت لازم نمشي عليه بما ان هو نظام حياه لازم هنكمل عليه على الامد البعيد، لازم اولا ما يكونش فيه استثناء زي ما قلنا لاي مجموعه غذائيه اساسيه، لا الكارب ولا البروتين ولا الفات، ما يقوليش مثلا ممنوع كارب زي الكيتو، ممنوع فات، هنقلل البروتين، لا، يدخل النسب الطبيعيه بتاعتي، الكارب من 45 ل 60%، البروتين من 15 ل 20%، الفات من 30 ل 35%. ثانيا ما يكونش ليه اي اثار جانبيه، ودي تترتب على النقطه رقم واحد. هو لما بيكونش فيه استثناء لاي مجموعه غذائيه اساسيه بالتبعيه مش هيكون لاي اثار جانبيه، مش هيسيب لي اثار جانبيه على الشعر على البشره، مش هحس بالايه بحاله الضعف العام. وده هيرجعني حديث النبي عليه الصلاه والسلام بحسب ابن ادم لقيمات، لقيمات هنا بتشير الى ان احنا هنقلل كميات بس في نفس الوقت يقمن صلبه،
يعني ايه؟ يعني تفضل واقف على رجلك وتقدر تمارس انشطتك، ما يصيبكش بالضعف العام، فبالتالي لازم ما يكونش ليه اي اثار جانبيه. رقم ثلاثه يكون واقعي، اكل اللي انا بحبه، انا اللي بكتب الدايت بتاعي. احنا بنحنا عاملين حساباتنا بشكل معين بشكل يخليك يعني بما يعادل بنخفض حوالي 500 سعر من الاحتياج اليومي، وبجبر الجسم ساعتها ان هو يسحب لي من المخزون الدهون اللي عنده اللي هو يلبيه لاحتياجات الجسم، بس في نفس الوقت الاطار بقى يعني لو انا قلت مثلا ان انا هدخل 2000 سعر، ال 2000 انت اللي بتقول لي، انا ببقى حاسب لك النسب زي ما قلنا الطبيعيه، بس انت اللي بتقول لي انا بحب افطر كذا، بحب اتغدى كذا، عشان يبقى امده طويل تنفع تستمر انت عليه. ومن هنا هرجع للنقطه اللي حضرتك اثرتيها في البدايه، حته ان مفيش دايت ثابت لاي حد، مفيش ورقه ثابته ينفع انها تبقى للكل. الدايت بيختلف على حسب المرحله العمريه، على حسب الشخص ده ذكر ولا انثى، على حسب الحاله الصحيه بتشتكي من مرض ولا لا، على حسب في ادويه بتاخدها ولا لا، على حسب العامل النفسي وفي مشكله نفسيه وارتباط نفسي بينك وبين الاكل ولا لا. يعني طيب لو احنا مثلا جينا اتكلمنا مثلا ممكن بعض الحاجات الشائعة، يعني مثلا انا بعمل مش دايت بقى، يعني مثلا ممكن ان انا ما اكلش في اليوم كله مثلا واكل وجبة واحدة بس، تمام، الا ان انا برضو ببقى حاسس ان انا ما خسيتش برضو او ثابتة او وزني بيزيد. دي نقطة. تاني نقطة، يعني هل انا النهاردة لو اتبعت نظام دايت بس بدون مثلا لعب رياضة او تمارين او مشي او كده، يعني برضو يعني ايه اللي بيبقى افضل؟ النقطة الأولى اللي حضرتك أثرتيها، ده بيعرف دلوقتي بالموضة بتاعت الأيام دي نظام الوجبة الواحدة، حاجة اسمها فيري لو كالوريك دايت، بدخل وجبة واحدة بما يعادل من 800 ل 1000 سعر، ما بيزيدش عن 1000 سعر، وبيبقى الغريب إن الناس بتزيد في الوزن مع النظام ده. بيجوا يعني بنلاقي الجسم مخزن تقريبا شهريا بما يعادل نص كيلو دهون كل شهر على النظام ده. بيبقى اللغز ده حله ايه؟ الجسم ذكي جدا، ما ينفعش ان احنا نتذاكى عليه ونقلل له السعرات كده فجاه. الجسم لما انت بتفاجئه كده بكم سعرات قليل بيبدا يخفض من استهلاك الطاقه لكل الانشطه الحيويه بتاعته بما فيها الحرق، فالحرق يتخفض، فانت هتقلل لي سعرات وانا هقلل لك حرق، ومع بعض بقى يعني نفسنا طويل مع بعض نشوف الموضوع ده هيودينا لفين. يعني الاساس في الحرق بقى فعلا هنقلل، هنوازن حتة السيت بوينت اللي أنا قلت لحضرتك عليها في الأول، هنقلل بس بالشكل اللي يخلي الحرق شغال معايا بالشكل الأمثل، وده هيرجعني لنظام اللقيمات اللي أنا نفسي بتتابعه مع الحالات بتاعتي. نظام اللقيمات أنا باكل كل ساعتين ثلاثة، احنا قلنا خلاص احنا يعني مطمنين إن الكم والسعرات احنا حاسبينها عاملين حساباتنا ومطمنين. الشكل اللي هندخله بيه بقى، بندخل كل ساعتين، كل ساعتين بتاكل كل اللي نفسك فيه. الأكل كل ساعتين بيحفز الحرق بشكل يخلي هرمون الليبتين اللي بيطلع بعد تقريبا تلت ساعة من بداية الأكل يشغله على الهايبوثالاموس بيحفز الحرق، فانا بحفز الحرق. وهنا برضه هروح للنقطه الثانيه اللي حضرتك اثرتيها، حته الحرق والمعدلات بتاعه الحرق. حرقنا بشكل عام وعلاقتها بالرياضه، حرقنا بشكل عام 70% منه خاص بالنورمال فيسيولوجي. يعني ايه النورمال فيسيولوجي؟ الانشطه الحيويه بتاعتنا، عمل القلب، الكبد، الرئتين، النظام الحيوي بشكل عام، ده محتاج طاقه عشان تفضل ايه الانشطه والوظائف دي شغاله، الطاقه بتاعتها والبنزين بتاعها هو الاكل. ما يستهلكه بقى النظام الحيوي ده من طاقه عشان تفضل الانشطه الحيويه دي شغاله بيبقى تقريبا 70% من اجمالي التوتال كالوري بتاعتي. بيتبقى لي كده كام؟ 30%. بنقسمهم 10% خاصين بعمليات المضغ والهضم والامتصاص، ودول بحققهم مع رجيم اللقيمات لما باكل كل ساعتين. ال 20% التانيين بقى دول خاصين بالفيزيكال اكتيفيتي او الحركه. وانا بعمل الدايت للحاله بسالها حضرتك معدل حركتك ايه؟ ده من ضمن التقييم اللي احنا بنعمله في البدايه. نمط حركتك في العادي بتتحرك ولا انت شخص الى حد ما حركتك قليله؟ وعلى على حسب اجابته بحدد بقى هل هعتمد على ال 20% دول ولا هزود شويه ولا هقلل شويه؟ فهي دي برضه هترجعنا ان كل دايت ليه الحاله بتاعته اللي تناسبه حتى في معدل الحركه بتاعته. تمام. يعني احنا عارفين طبعا ان العامل النفسي زي ما حضرتك ما طرحت في اول الفقره انه العامل النفسي بيأثر في الامراض عديده، لكن ازاي النهارده ان العامل النفسي بيأثر بشكل ايجابي في الامر، يعني مثلا في الدايت او كده؟ اهم عامل في رحله نجاح اي دايت حاجه اسمها سيلف مونيتورنج، التحكم الذاتي. يعني ايه التحكم الذاتي؟ هتعرف تسيب المعلقه في الوقت اللي انت هتخلص فيه الوجبه بتاعتك؟ هتعرف تقول لنفسك لا في اي مغريات بتتقدم ليك خلال رحله الدايت بتاعتك؟ كان النهايه احنا بنتكلم على اراده صرف، اراده قويه، وده هيودينا عشان كده قلت لحضرتك كل خير بيسلمني للايه؟ للجانب اللي بعده. جميل. المرض النفسي عباره عن ايه؟ انهزام اراده امام ظرف متغير فجائي. حياتنا كلها كل يوم عباره عن متغيرات، متغيرات على الجانب المادي، على الجانب الاجتماعي، العلاقات والعلاقات العاطفيه بيننا وبين بعض، مشاكل في الشغل، مشاكل في الدراسه، مشاكل في الجواز. الحاجات دي كلها اما ان انا هيبقى عندي بشكل مستمر قدره مستمره على التكيف مع اي متغير، او هيجي احد المتغيرات دي يكسرني مش هقدر اتكيف معاه.
من هنا بتنكسر الإرادة. انكسار الإرادة ده ممكن يبقى بيختلف من شخص للتاني على حسب الاستجابة. نظريات كتيرة جدا بقى بتقول مثلا لازم يكون في استعداد وراثي، وكلنا عندنا الاستعداد الوراثي أو الجينات بس موجودة بس في وضع عدم التشغيل زي زرار النور كده مطفي، ويكون الشخص ده التربية بتاعته وهو صغير ما لقاش الرعاية العاطفية اللازمة أو الواجبة ليه لسنه من الأب والأم، أو بالإضافة كمان يكون اتعرض لظرف زي الأيام الظروف الصعبة اللي احنا عايشينها الأيام ما قدرش يتكيف معاه. يعني احنا من ضمن الحاجات مثلا اللي ممكن يعني أنا سمعتها وكده، إن أنا لما بزعل قوي أنا باكل كتير تمام، حد يقول كده يعني تمام، أو مثلا لما بفرح قوي مثلا ما أكلش أو أكل كتير يعني. هنا برضو يعني الحالة النفسية على حسب الحالة المزاجية بالظبط. ده في ناس بتقولك الأكل هو اللي بيطبطب عليا وأنا زعلان، الارتباط النفسي بيقول لك هو الأكل، أنا رايح. أنت خلاص أنت في حتة ضعف الإرادة، بيبقى عندك ضعف إرادة شامل في كل جوانب الحياة، فعندك مشكلة مش عارفة تحليها، بتهربي بالأكل والشرب، بتهربي بالنوم، الفصح والخروجات، الفرجة على التلفزيون، القعدة على النت، فاللجوء للأكل بيبقى ارتباط نفسي ظنا من الحالة إن أنا كده إيه بتخرج الحالة تستقر، ولكن ده ما بي. طيب يعني لو تالت جانب بقى من الجوانب، يعني الجانب الروحاني، ازاي النهارده ان حضرتك اضفت حاجه جديده يعني الجانب الروحاني، هل ليه علاقه؟ احنا عارفين ان ممكن الجانب الروحاني طبعا ليه علاقه بالصحه، بس هل بقى ليه علاقه هنا بنظام مثلا دايت او كده؟ ده اهم عامل الجانب اهم عامل، لان هي انا هبدا برضو هاخد الخط من الجانب النفسي وهبدا بيه الجانب الروحاني. ايه اللي يخلي حد عنده الثلاث عوامل اللي احنا قلنا عليهم دول للانكسار النفسي، وعلى الرغم من كده ممكن يفضل صامد ضد اي متغير في حياته؟ يكون عنده حاجه اسمها معتقد سليم، مصدق حاجه سنداه في حياته، مسنود على حاجه في حياته. المعتقد معناه ان حاجه معنى دخل جوه القلب اتعقد ما عادش ينفع يتفك، ومنه بتصدر افعال البني ادم بشكل اوتوماتيك، بتشوفي حاجه فبيطلع منها الحدث اوتوماتيك للرد الفعل ده. يعني ايه الكلام ده؟ هنفترض مثلا، مش هنفترض، هي دي الحقيقه الواقعيه، جسمنا مكون من 75 تريليون خليه، وكل خليه ليها وعي وادراك وممكن تدير شؤونها لوحدها بعيد عن الجهاز العصبي المركزي والقلب، وعلى الرغم من كده ما بتاخدش الخليه اي قرار الا لما بترجع للعقل الاول يفسر لها ولا حصل ده خير ولا شر، نتوتر ونخش في وضع الفايت والفلايت ولا نفضل في وضع الريست والدايجست اللي انا وحضرتك قاعدين فيه ده دلوقتي. وقبل ما العقل بدوره ياخد القرار بيسال القلب الاول، عندك تفسير اللي بيحصل ده؟ فالقلب على حسب بقى فايلات المعتقد اللي جواه، المعاني اللي القلب دايما بيكلم نفسه بيها، يقول له والله لحظه واحده وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ما حدش عارف لو ما كناش روحنا او لو كنا روحنا كان ايه اللي حصل. مثلا ممكن تبقى الفكره اللي مسيطره على الجسد في الوقت اللي احنا فيه ده خوف من الايه، من الموت او فراق احد الاحبه، فيسال القلب العقل. الحاجات دي كلها بتتم بشكل اوتوماتيك في جزء في يعني من مليون جزء من الثانيه، فيلاقي الرد يجي سريع جدا من القلب ساعتها يقول له ايه، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فيبدأ الآية يعني كأن حضرتك بتتكلم على يعني مفهوم الرضا، مفهوم الرضا إنه لو مثلا رضينا على أشياء كتير، بس مش مجرد الرضا بالمفهوم اللي احنا بنقوله اللي هو نرضى والعلاقة الروحانية، لا ده إيمان يقيني جازم. الرضا طبعا اللي نابع من اليقين مزجوج بيه كل خلية من خلايا الجسم، يعني صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. ده ياخدنا للتعريف اللي احنا بنتبناه للصحة النفسية أو الصحة الروحانية، وهي حالة حضور دائم مع ربنا سبحانه وتعالى بالقلب واللسان والجوارح والأفعال والخواطر. ليه بقى؟ لان انت لما بتبقى كل فكره مصدرها هي المعاني اللي في القلب دي، كل ما يبقى في حاجه توتر القلب يكون عنده رد ليها، كل ما بيبقى في حاجه توتر او تدخلنا في بدايات كهف الاكتئاب المظلم ده يلاقي رد ليها على طول، فيجي الرد سريع فيلحق العقل، وكأن العقل والقلب ساعتها اتنين اصحاب. العقل ما بيبقاش عارف يفكر، فالقلب يقول له ثانيه انا معايير حكمي غير حكمك، ممكن شايف الامر من منظور تاني وعندي اليات حل تانية، فاسمع كلامي كده ونشوف ممكن نحل الامر ده ازاي. فياخد ياخد القلب العقل من بدايه كهف الاكتئاب المظلم ويقول له السكه دي مش بتاعتنا وما تنفع لناش اصلا. تمام، يعني بصراحه مضمون وفلسفه في الجامعه اكتر من رائعه. انا حابه يعني في النهايه دكتور ان حضرتك تكلمنا على الرساله اللي حضرتك توجهها مثلا للافراد عموما بصفه عامه، او يعني للشباب اللي مقدمين على الدايت او في الحياه عموما، ازاي ان احنا نبدا حياتنا صح. ما تمشيش ورا اي وهم يقول لك الكبسوله اللي هتخليك تخس 20 كيلو في 20 يوم، او المشروب السحري لحرق الدهون، او المشروب
مفيش الكلام ده، كل الحاجات دي وهم، بتبقى عارفه اللي بيعملها واللي بيسوق لها بيبقى عارف ان انت عايز ايه، نفسك تسمع حاجه مني، مفيش الكلام ده، الامر محسوم، كالوري ان كالوري اوت، بتدخل قد ايه وبتحرق قد ايه، هنشتغل بالنظام بتاعنا اللي قلت لحضرتك عليه اللي هي الريجيم اللقيمات بتاع النبي عليه الصلاه والسلام بحسابات معينه، ده كان ببقى معايا، ده اللي انا بنصح بيه اي حاله، ده اللي كانك بيبقى معاك خطه ثابته، كانك مدرب معاك خطه ثابته وبتغير في اماكن اللاعبين على حسب انت عايز ايه من الماتش، انا معايا 5 أو 6 وجبات، عايز اقلل في الوزن، بخفض السعرات شويه، بس كاني بشيل 100 كالوري، ال 500 اللي احنا قلنا عليهم في الاول، كاني بشيل 100 كالوري من كل وجبه، فما بتحسش ان انت عامل دايت، طب عايز اثبت برجع ال 100، طب عايز ازيد هم السته بس بضيف 100. تمام طبعا، يعني موضوع طبعا طويل جدا، وان شاء الله يكون يعني نتمنى ان حضرتك تكون معانا يعني في سلسله حلقات، لانه فعلا موضوع يعني بيشغل بال جميع الافراد والاشخاص عموما. في النهايه مشاهدينا كان معنا الدكتور عادل السعد، بنرحب اخصائي التغذيه العلاجيه والاكلينيكيه، شرفتني يا فندم. ودلوقتي هنطلع في تقرير عن ابن الجاليه المصريه الاستاذ محمد عبد الله خفاجي، تم تكريمه في دوله الكويت نظرا لمجهوداته الساميه والكبيره لابناء الكويت في مواجهه ازمه كورونا. هنطلع في التقرير ده وهنرجع لكم بعد التقرير مع مجموعه شباب الخير، انتظرونا.